السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو الجديد لنكون في التمرين الثاني في الدرس ديال لي زوبيراسيون سي نومبر ديسيمو، بالضبط الأولوية ديال العمليات أو بين بريوريتي دو أوبيراتوار. إذا نبدأ مباشرة في التمرين الثاني. التمرين الأول غتلقاو الرابط ديالو أسفل هذا الفيديو، ممكن تبحثوا عليه في القناة. كالكل اكسبرسيون سويفون اون ديتايون لي كالكل، يعني خصنا نحسبونا وكنلقاو العمليات، إما الجمع والناقص ضرب قسمة، يعني ضربات العمليات اللي كاينين. بالنسبة لأ، عندنا 5 + 8 - 11. إذن هنا قلنا إلا كان عندنا الجمع والطرح كنبداو من اليسار، إذن غندير 5 + 8 هي الأولى. 5 + 8 كتساوي 13، دونك 13 - 11 غنديرو ناقص 13 - 11، دونك أ إيكال إيكال دو، دونك 13 - 11 = 2. لوبيراسيون التانية B égale 13 plus 4 moins 9. Donc on a dit double aulouia comme double la gauche. Gauche vers la droite. Il y a mis à l'yamin. Et on dit le jambon naqis. Donc 13 plus 4 égale 17 moins 9 égale 8. L'opération C. C égale 8 fois 12 plus 3. دونك عندنا لا ملتيبليكاسيون، عندنا الضرب. ملي يكون عندي الضرب كنسبق الضرب هو الاول، الضرب والناقص او الضرب والجمع كنسبق الضرب هو الاول. دونك غندير 8 فوا 12، دونك 8 فوا 12 ايكال 96 بليس 3 ايكال 99. دونك درنا 8 في 12 هي 96، زدنا عليه 3 هي 99. دونك نسبق، بدينا من اليسار لان عندنا الضرب هو الاول. دي ايكال 7 plus 6 fois 9 divisé par, entre parenthèses, 7 plus 11 moins 6. Donc, on dit D tu sais où c'est basé, c'est 6 d'arbre qui s'est à qu'est-ce que c'est basé, c'est basé, c'est basé, c'est basé, c'est basé. On a sa bécan, n'est-ce pas l'amaliyat, l'qaoussain ou l'ouni qui se prend. Donc, on commence le l'ouel par 7 plus 11. Donc, on a les couches qui m'ont dit, on a sa bécan, c'est basé, donc, c'est basé, c'est basé, c'est basé, 7 plus 11 égale 18 moins 6. دونك دابا عندي جمع ضرب قسمه ناقص، غنبدا بالضرب هو الاول لانه هو اللي جا سابق قسمه. ضرب القسمه كنبدا من اليسار، دونك غنديرو 7 6 في 9 دونك ايكال 40 54 ديفيزي بار 18 موان 6. دونك عندي هنايا الجمع قسمه والناقص، دونك غنسبق القسمه، نحسبها هي الاولى عاد نمشي للجمع والناقص. دونك 7 بقات بلاصه 6 و 6 بقى بلاصه 6، غنحسب 54 قسم على 18 كتعطيني 3. دابا عندي الجمع والناقص، غندير 7 زائد 3 10 ناقص 6 كتساوي 4. نشوف واحد لوبيراسيون واحدة أخرى، او إيكال 12 فوا 3 موان أونتخ بارونتيز 6 بليس 8 بليس 8 ديفيزي باغ 4. دونك عندي 12 في 3 ناقص بين قوسين 6 زائد 8 زائد 8 قسمة 4. قلنا نبداو بلي بارونتيز هما اللولين. دونك 12 فوا 3 موان 6 بليس 8 إيكال 14 بليس 8 ديفيزي باغ 4. دونك عندي 12 من بعد، عندي دابا الضرب ناقص جمع قسمة، غنخدم الضرب من بعد القسمة. دونك عندي 12 في 3 36 موان 14 بليس 8 ديفيزي باغ 4. دونك أون فا باسي لا ديفيزيون، دونك عندي لا ديفيزيون خصني نسبقها لأن عندي هي والناقص والجمع، إذا هي كتسبق. دونك 36 موان 14 دونك 8 ديفيزي باغ 4 إيكال 2. دونك من بعد عندي غير لا سوستراكسيون ولا لا صوم، الطرح والجمع. غنبدا بالطرح الاول لان جا هو الاول في اليسار. 36 ناقص 14 كتساوي 22، دونك 22 زائد 2 هي 24. عملية أخرى، F إيكال 12 فوا 8 ديفيزي باغ 4 بليس 4 بليس 7 موان 7. دونك عندنا الملتيبليكاسيون لا ديفيزيون، غنبداو من لا ملتيبليكاسيون الأولى. دونك 12 في 8 كتساوي 96 قسمة 4 زائد 4 زائد 7 ناقص 7. دونك دابا عندي يبقى عندي لا ديفيزيون ولا صوم ولا سوستراكسيون، غادي نسبق لا ديفيزيون. دونك 96 96 ديفيزي باغ 4 إيكال 24 بليس 4 بليس 7 موان 7. 24 بليس 4 إيكال 28 بليس 7 موان 7. 28 بليس 7 إيكال 35 موان 7 إيكال 28.
G égale 11 moins 8 plus 8 fois 5 divisé par entre parenthèses 10, 10 plus 10. Donc on a dit les parenthèses. نخليو كل شيء كما هو عشرة زائد عشرة كتساوي عشرين. من بعد عندي الضرب عندي القسمة، نسبق الضرب لأن جا هو اللي في الأول من اليسار، كنبداو نحسبو من اليسار شكون الأول في الضرب القسمة. إذا يعني غندير تمانية في خمسة يعني ربعين. من بعد عندي ربعين قسمة عشرين كتساوي ليا جوج. ودابا في الجمع والطرح كنبدا من اليسار، حداش ناقص تمانية إيكال تخوا بليس دو إيكال سانك. هنا اش إيكال 2,2 plus 6,9 fois entre parenthèses 6 plus 6,3 plus 3,2 moins 2,4. On double les parenthèses. Donc la somme de 6,3 plus 3,2 est égale à 9,5. Donc on relie le premier qui fait. Donc on dit la somme, la multiplication, la soustraction, c'est par la multiplication de 6,9 fois 9,5. Donc on a 2,2. Donc là, le résultat de la multiplication, le tarbi est 65 face à 55, 65,55 moins 2,4. Donc, d'abord, je donne l'yassar. Je fais la jauge, je dis de la 65 face à 55, il y a 67 face à 75. La reste jauge face à 4. C'est où il y a 65 face à 35. نقدر العملية ديال الجمع والضرب والناقص نقدر نديرهم في واحد الورقة جانبا باش نبقى نتأكد من الحساب ونكون عارف كيفاش ندير الجمع والطرح والناقص أو الجمع والضرب والقسمة ديال الأعداد العشرية لأن قريناهم في المستوى ديال السادس. عندنا إي إيكال 2,5 بليس 4,5 موان 1,4 بليس 8,7 فوا 7,5. دونك عندنا لا صوم لا سوستراكسيون لا صوم لا ملتيبليكاسيون. كنسبقو لا ملتيبليكاسيون هي الأولى، الضرب هو الأول لأنه هو أقوى من سبق الجمع والناقص. كنحسبو الضرب ديال 8,7 فوا 7,5 إيكال 65,25. دونك عندي دابا لا صوم ولا سوستراكسيون غنبدا من اليسار، غندير هادي زائد هادي هي الأولى. دونك 2,5 بليس 4,5 إيكال 7 موان 1,4 بليس 65,25. من بعد غندير 7 ناقص 1.4 هي 5.6 زائد 65.25 دونك إيكال 70,85 يعني 70.85. نتلاقاو ان شاء الله في التمرين الثالث من نفس الدرس.